تدرب على المرأة دابا هو الفتاة أي درية ولا في الشارع لا الدم كيجرحها شي واحد كيكون واقف تقمص أو الأصالة ديالنا وداكشي ديالنا كله التراب ديالنا كله بينا. الدين العدلاني مواليد 1964 عشت هذا الفن من الشهادة ملي مديت في الشهادة وأنا كنرسم ومن انقطعت على الدراسة بديت كنرسم بالستيلو حتى وصلت لهاد المرحلة هادي شي 34 عام دابا وأنا كنرسم بالستيلو. السكينة هادي دابا كلها غير بالستيلو بيك كدي مدة لأنك يعني بحال كطرز في حياتك حياتك مطروزة في اللوحة وكهادشي عشتو بواحد الخيال الآن ما عايش بحال كورس كنرسم بالستيلو الزرق كندير إطار بعض المرات ألوان ديال السما وكل حاجة كتجي مع بعضياتها. ستيلو بيك بحال ولا صديق ديالي كنعيش انا وياه حياتي كلها عشتها مع ستيلو بيك ايوا هو ما عرفت ولا ما كيحملنيش حيت كنخوي فيه ساعة كاين اللي كنكونسومي فيه ستيلو ونص وكاين بعض المرات تجي ستيلوات اللي كانت شي آلام كبير حيت هو كاد ستيلو كحل على خرج الآلام وعاش معايا أنايا كنتألم بيه وصافي هادي هي قصتي. إلا أنت عاش معايا من 1984 هادي غير لي شاط من هداك الشي حيت كنت كنلوح ما كنخزنش هادو هو اللي شاطو من هذاك السنين اللي كنت كنعيش فيها كلشي كنت كنعيشو بالستيلو الزرق وبالستيلو كحل حيت هما الوسيلة اللي رخيصة عند ولد الشعب الستيلو 30 ريال سهل. نعرفه واش هذا فن ما فهمتش فنان كي حياته كلها عشتها في هذا الفن ما عارفش انا حتى فنان لاكارت بانني فنان ما عنديش وعشته ماشي عشت 36 عام 40 عام بالستيلو انا عشت مأساة وحزن في حي فقير والمأساة واللوحات ديالي كلها تقريبا على الناس اللي كيعيشوا حدايا كيعيشوا الحزن اللي كنعيشوا والحياة اللي كنعيشها ومن المفرح راه نصايب شي حاجة فيها الورد ان شاء الله ما كاين حتى مشكل حياتي هذه فنان احنا كنموتوا فقراء والله انا سميتي كوثر عبد الرحماني كنهضر على هذا الفن خديته من عند خالي حيت كل مره كنشوفو كيرسم وكيعبر باللوحه ديالو على الحزن وداكشي فخديت منه هادشي على داكشي اللي ما وصلش ليه هو بغيت نوصل ليه انا كما تابت بنتو الصغيره واخا عارفه بلي هذا الفن بلي ما غاديش ما عندوش شي مستقبل ولا شي حاجه كيبقى هوايه وحنا كنمارسوها باش نقدروا نعبروا بها على داكشي اللي في الداخل ديالنا نقدروا نعبروا على اي حاجه من وسط هذا المجتمع وكنقول لكاع اي واحد عنده شي فن ولا شي حاجه بلا ما يتخلى عليه بقى يوصل للهدف ديالو واخا ما فيه لا مستقبل لا حتى حاجه. رسالتي لهذوك المسؤولين انا صافي بحال انا كاينين دراري صغار وكاين شباب كيرسموا يتهلاو فيهم ساكن حتى هما صافي هادشي اللي والله يعاون كل واحد
كل فنان وكل واحد في حياته صافي. حنا بغينا هادشي لا يشوفوه الناس هما دابا غادي يشوفوه صافي. هادشي اللي فضل الناس هادو راه غادي يشوفوه، الرجال قلبوا عليا دخلوا عندي تا للدار راه غادي يشوفوه. ايوا الشيء اللي كنتمنى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.